اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهي النجوم. لو اول مره بتشوفي القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار كل فيديو جديد. يسرى مهدده بالسجن بعد ايام على رحيل والدتها. لم تمر ازمه اعتداء الفنانه يسرى وزميلتها الهام شاهين على احدى الصحفيات اثناء ممارسه عملها في مراسم عزاء والده يسرى مرور الكرام، إذ أن الفنانة التي تعيش حزنا لرحيل والدتها تلاحقها اليوم قضية قد تنتهي بسجنها. فقد تقدم أحد المحامين بشكوى عاجلة يطلب فيها إحالة النجمتين إلى المحاكمة وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام المصري الذي ينص على عقاب كل من يعتدي على صحفي أثناء ممارسة عمله بالحبس والغرامة. المحامي المصري أيمن محفوظ طلب تضامن المجلس الأعلى للإعلام في مصر بصفة مخول قانونا بتحريك الدعوى القضائية لتقديم البلاغ إلى النائب العام والمطالبة بحبس النجمتين يسرى وإلهام شاهين، واتهمهن بالاعتداء بالسب والدفع والضرب على الصحفية رضوى عبد الغني أثناء ممارسة مهمتها، وحسب المادة 96 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام المصري تمثل هذه الأفعال جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مع دفع غرامة مالية ويحق للمجني عليها طلب التعويض الملائم. أشار في البلاغ إلى أن المحررة خلال تغطيتها مراسم العزاء فوجئت بتقدم الفنانة يسرى نحوها وسؤالها عن هويتها الصحفية، وبمجرد إفصاحها عن هويتها وجهت لها يسرى عبارات قاسية، وهو ما فعلته أيضا الفنانة إلهام شاهين وبعض صديقتها اللواتي توجهنا إلى المحررة ودفعناها إلى خارج قاعة العزاء مطالبين الأمن بطردها بعيدا عن محيط مسجد عمر مكرم. وكان اعتراض يسرى بسبب بعض التجاوزات المنسوبة إلى جهة عمل الصحفية رضوى في تغطية خبر وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، حيث قامت الصحيفة بنشر تقرير يتضمن فضائح الفنان الراحل بعد ساعات قليلة من إعلان وفاته وقبل حتى أن يواري جثمانه الثرى، ما أثار غضب زملائه ودفع نقابة المهن التمثيلية لإصدار بيان عاجل لرفض ما نشر في التقرير. ورحلت والدة الفنانة يسرى عقب صراع طويل مع المرض بعد دخولها إحدى مستشفيات المهندسين، ولم تتمالك يسرى أعصابها بعد وفاة والدتها، ولم تتمكن من الحفاظ على هدوءها خلال الجنازة فقد انهارت من البكاء وكادت تسقط أرضا، إلا أن الإعلامية بوسي شلبي أنقذتها من السقوط وكانت تسير إلى جوارها طوال فترة تشييع الجثمان. يذكر أن الإعلامية بوسي شلبي عزت الفنانة يسرى في وفاة والدتها صباح يوم الأربعاء عبر حسابها على انستجرام بنعل حساب يسرى جروب على موقع انستجرام والدة النجمة يسرى، وكتب المسؤول عن الحساب: لله ما أخذ ولله ما أعطى، إن لله وإن إليه راجعون، نسألكم الدعاء لوالدة يسرى. كان آخر ظهور للراحلة في حفل عيد ميلاد النجمة يسرى الذي أقيم مارس الماضي بمنزلها وسط مجموعة من أصدقائها وبحضور عائلتها.